ورجعنا لكم تاني، لسه مكملين معاكم باقي فقرات إين بوكس. ودلوقتي جه ميعادنا مع فقرة إين بوكس برجك إيه مع خبيرة علم الفلك والأبراج سابي. سابي النهاردة هتكلمنا عن الأبراج اللي ما بتندمش على أي حاجة تعملها، والعكس صحيح، إيه هي الأبراج اللي بتندم على أي فعل بتعمله. وطبعا في آخر الفقرة هنتكلم عن توقعات الأبراج الأسبوع ده، نتكلم كل الحاجات دي مع سابي. بس الأول أرحب بيها، إزيك يا سابي؟ عامل إيه؟ منورة. ميرسي. منورانا جدا. مبارك إيه، كويس؟ أنا مبسوط النهاردة يا رب دايما. طيب نبدأ بالسؤال الأول، الأبراج اللي ما بتعرفش يعني إيه ندم. اللي ما بتعرفش يعني إيه ندم، دي الشخصيات القوية غالبا بتبقى شخصية قوية، أوكي؟ ودي بتبقى نحب نقسمها شخصية قوية ولا شخصية جحدة؟ لا بتبقى شخصية، لا بتبقى شخصية قوية وعندها ثقة بالنفس، أوكي؟ فما بيبقاش فارقة معاها أي حاجة، لأن بيبقى عندها رد جاهز على أي حاجة، عاملة حساباتها، بتبقى حاطة نسبة خسارة ونسبة ربح، فمش بتبقى ندمانه قد ما هي بتبقى عارفه ان في حاجه ممكن تحصل خطا، مش مستريحه للشخصيه اللي قدامها، فبتعدي بسرعه، ما بتقفش عند مشاكلها او ما بتقفش عند المشكله، وخلاص اللي حصل حصل، فبترميها ورا ظهرها. فبيبقوا هم محددين افكارهم، ما بيقفوش عند حاجه. ماشي. فدي بتبقى شخصيات قوية جدا، نقولهم كده بسرعة. في نبدأ البنات. بالبنات. أوكي، عندك في البنات الأقوية، نقول الأول الأقوية، أوكي، عندك التور، الجوزاء، عندك الأسد، الميزان، العقرب، أوكي، والقوس. دي الأبراج اللي ما بتندمش خالص؟ علشان هي أوريدي مرتبة أوراقها، يعني بتبقى عارفة عايزة ايه وما بتتضايقش، او ممكن تتكلم في الموضوع لكن هي عارفة بتتكلم في ايه برضو. لكن بقية الابراج ممكن تندب وتهول المواضيع وتبقى حزينة، ممكن ما تتكلمش بس ساكتة بس حزينة، زي مثلا الحمل بيهوله في الامور جدا جدا جدا. عندك السرطان دراما كوين وتهول، عندك العذراء بتقعد تندب حظها، عندك الجدي بتبقى ساكته بس باين على ملامحها، عندك الدلو بتقعد تهول المواضيع، عندك الحوت ساكته بس بيبان على ملامحها. تمام. اوكي، لان هم بيبقوا داخليا نفسهم اللي ما بيقدروش، يعني اللي بيبقوا ساكتين او ما بي يعني بيبقوا سلبيين شويه، مش سلبيين بس بيبقوا داخليا نفسهم يعملوا اي رياكشن، بس بيجوا عند الحقيقه، ما ارض الواقع ما بينفذوش. طب بيبقوا على حق يعني الابراج القويه دي اللي ما بتندمش، هل لما بيندموش بيبقوا على حق اساسا في الموقف ولا بيبقوا ملخبطين الدنيا ومبهدلين؟ مش في كل المواضيع طبعا، في ساعات بيبقوا على حق وفي ساعات مش على حق. اكيد مش في كل المواقف، بس هم شطار في انه بيعرفوا يخرجوا من الموقف يبقى لصالحهم. طب الابراج الاولاد بقى، الاولاد عندك الاقوياء برضو، الثور، الجوزاء، هم اقل، الثور، الجوزاء، الاسد، الميزان، العذراء. هي لا، العذراء هنا زايد. الميزان أوكي. في البنت والولد واحد، الميزان في البنت والولد. عندك برج العقرب. اوكي، القوس لا، الجدي لا، الدلو لا، الحوت لا. البنات اكتر من الولاد. طيب دي الابراج اللي ما بتندمش، ودي الابراج اللي بتندم في الولاد والبنات. طب ناخد شويه رسائل. ماشي. اوكي. ماشي. اول رساله معانا بتقول انا رجاء 17/3 والولد اللي مرتبطه بيه 5/6، عايزه تعرف مدى التوافق والموضوع واقف، عايزه تعرف هيتم ولا لا، لان هما بيتخانقوا كتير قوي. بس ايه، بس بنحب بعض جدا واخويا. طيب خلينا ناخد هي وهو. هي 17/3، هي حوت، بس هي واخده اخر 10 ايام في الحوت، فتاخد من الحمل. طبعا. اوكي، هو كام؟ 6. هو 5/6. هو جوزاء، الاثنين مش مناسبين جدا خالص مع بعض، لان هو حد هادي جدا، رزين جدا. استني بس، هو مين اللي هادي؟ الجوزاء طبعا. طبعا الجوزاء راجل. لا، الجوزاء يعني شخصيه هاديه جدا، يعني يستفز اللي قدامه بهدوءه، اوكي، مش عصبي خالص. انت ممكن تكوني اتعاملتي مع جوزاء عصبي، ممكن يبقى في 7 او في 5، لكن ده في 6. في 5/6 يعني، بس ده جوزاء. جوزاء بالعكس، ممكن يبقى بيموت من جواه لكن مبين اللي قدامه ان هو هادي وبارد جدا ومفيش اي حاجه خالص. وبيرد، مش ما بيردش، بس بيرد بطريقته،
لكن مش كل الجوزاء زي ما انت بتقولي. انا بتكلم على التاريخ اللي انت مديهولي. هو اصل عشان ماشي اوكي، بس هو برج الجوزاء عموما انت عارفه ان هم متقلبين المزاج ماشي. الكلام دوت الكلام دوت ممكن تلاقيه بيهرب او من حاجه او بيعمل حاجه لو في مشكله او في حاجه، لكن هو احنا بنتكلم على هم متفقين مع بعض ولا لا. تمام. في وفاق ما بينهم ولا لا؟ هو ما فيش وفاق ما بينهم، لان هي برج هي حوت حمل، هي كل حاجة بتاخدها على أعصابها، بتدي كل حاجة بزيادة، كل حاجة يعني بتعمل كل حاجة بسرعة، يعني هي بتجري. هو بيحب يفكر كتير، بياخد وقته، هي أسرع فمش هيتقابله. هي هتبقى مستنية منه حاجات كتيرة قوي هو ما بيعملها، بيتأخر وتطلبها مرة واتنين. هو ما بيحبش الزن، فهم مختلفين، مش ما يتقابلوش مع بعض. تمام. طيب هم ممكن يكونوا بتقول لك هم بيحبوا بعض جدا ومش عارفه ايه، لا هم تعودوا على بعض، بس في خناقات كتير ما بينهم. ما هو الخناقات ديت لان في فجوه ما بينهم، هو هادي جدا وبالنسبه لها بطيء في قراراته وهي سريعه جدا. طيب اخوها كان 27 واحد، عايزه تعرف الاحوال الماليه بتاعته. 27 واحد هو برج الدلو، بس هو اول 10 ايام في الدلو فياخد من الجد. الفتره اللي جايه عندهم حلوه، يعني برج الدلو الفترة اللي جاية بالنسبة للولاد عندهم حلوة، داخلين في شغل جديد أو عندهم حاجة جديدة داخلين فيها. هي اتأخرت، لكن في عندهم إمضى في حاجة، عقد، في شراكة أو في حاجة داخلين شغل جديد فيها، بس هتبقى فتحة خير عليهم. فالدنيا عندهم هتبقى مظبوطة الفترة الجاية، ما تقلقش عليه. طيب في رسالة تانية بتقول أنا مواليد 9/2/89 وحبيبي مواليد 5/1 وفي بيننا مشاكل، عايز أعرف كل حاجة. أوكي. هي 5/2 وهو 9/1. هي 9/2 وهو 5/1. هي 9/2 وهو 5/1. أوكي. هي دالو بيور وهو جدي بيور. هي اقوى منه، هي اقوى منه بكتير. وحاجه تانية كمان، دايما لما البرجين بيجوا ورا بعض، اوكي، دايما الست بتبقى بتدور على شخصيه قويه في الراجل، حتى لو هي حابه الشخصيه الضعيفه، بس بتبقى في الاخر عايزه حد يطلع عينها شويه، لان دايما البنت بتيجي باللي بيطلع عينها في الاخر. مش كل البنات، لا كلهم، لا مش كلهم، كلهم كلهم كلهم، لا احنا بنجد كلهم صدقيني، لان البنت عايزه تحس ان معاها حد شخصيه قويه، عايزه حد قيادي، بس ما يديهاش على دماغها. لا ما بقولش ما يدي على دماغها، وما بقولش سند، سند ده اساسي، لكن هي ما تسماش سند، ومش قصدي يضربها ولا يشتمها ولا يتخانق معاها، لا 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 خالص، بس عايزه شخصيه قويه. اوكي. فهو بالنسبه لها هادي، الراجل الجادي دايما تحس ان هو مش بارد، بس هو حكيم شويه، مش حكيم برضه، بالعكس، لا تصرفاته هو سلبي، ما بيحبش يواجه، دايما بيحب ايه، مش انا بالنسبه لي بيستعبط يعني شويه، يعني ممكن لما تيجي تقول له على حاجه غلط عملها يبص لك كده ويسكت ويعمل كانه مش فاهم انت بتقولي ايه، عشان هو يفكر يرد عليك ازاي. طب قولي لي كده تاني، طب ده امتى، يقعد يطول في اسئله اللي بيها يشوف هو هيخرج الموقف ازاي. يبتسم، بيعرف يمتص اللي قدامه. هي حد كل حاجه فيها بتجري بسرعه، عايزه عصبيه، بتاخد كل حاجه على اعصابها، فما يتفقوش. زائد ان اي برجين ورا بعض، اوكي، لما بيكون السن البنت هي اللي فوق الولد، يعني مثلا الولد جدي البنت جايه بعده، فبتبقى اكيد شخصيه قويه، فما يبقوش اوكي. لكن لو جينا عكسنا، هي اللي جدي وهو اللي دله، ينفعوا مع بعض. تمام ماشي. ناخد سارة بتقول ان هي برج او يوم 23/10 وجوزها 6/7، عايزه التوافق هي والحاله. 23/10 اوكي، وهو 6/7 اوكي، عايزه تعرف التوافق والحاله الماديه والاجتماعيه. اوكي. هي 23/10 هي ميزان وعقرب الاثنين مع بعض. الله على الميكس اللذيذ، يعني كله ضرب ما فيش شتيمه، عارفه. وهو في 7 برج سرطان. هو برضو نفس الحكايه، هو النهارده الحلقه كلها البنت اقوى من الولد، مش عارفه بقى. بس دول متجوزين، مش انا العرب. لا بس هي في ميزه بقى، راجل السرطان دايما بيدور على واحده ترتب له اوراقه وترتب له حياته، هي تبقى ما تبينلوش ان هي الراجل والست. بس هو ما عندوش مانع ان هي تبقى اقوى منه، تبقى اقوى منه، لان هو دايما راجل السرطان دايما ابن مامته قوي، بيبقى خارج من حضن مامته عايز ماما تانية قبل ما تكون مراته.
اوكي، فعايز حد يفكر له، حد يعمل له، حد يرتب له اوراقه ويقول له اعمل كذا اعمل كذا، بس مش باوردر. تمام اوكي. ف وست العقرب بتحب الراجل اللي تمشيه. مش قلت يعني دي تختلف بقى، مش دي كل شوي. ستات بتحب الراجل يبقى ست كوي. العقرب بتحب كده، بتحب هي اللي تحرك الراجل. هي اللي تقول له اعمل، روح تعالى. فهي دايما بتنقيهم، بس في الاخر بتبقى عايزه شخصيه قويه، لان دايما 90% من ستات العقرب ما بيتجوزوش اللي هي بتحبه. لان هي اللي بتحبه بيبقى شخصيه قويه جدا، بس ما بيتوافقوش مع بعض، عشان هي قويه وهو قوي فبيختلفوا، مش هيجتمعوا مع بعض. لكن في الاخر بقى اخر ما بتزهق بتاخد حد شخصيته كاظم مسيطر، يعني تسيطر عليه وتمشي الدنيا عشان تتجوز. بس هي بتدي له احساس ان هو اللي مسيطر على كل حاجه. لا خالص، ولا فرق لها الكلام ده خالص، انت بتفهم غلط. يعني لا 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 لا، عادي صريحه، قويه جدا. طيب احنا اتكلم ماشي. ريم بتقول هي 28/9 وزوجها كريم 22/7، عايزه تعرف التوقعات ولو في اي نصايح الفتره الجايه، وعايزه تعرف هو سرطان ولا اسد وتعامله بانهي برج. اوكي، هي 28/9 28/9 وهو 22/7. هي ميزان عذراء، هي اول 10 ايام في الميزان، برضو شخصيه قويه. وهو 22/7، هو اسد سرطان، لان السرطان بينتهي يوم 20. اوكي، هو اول 10 ايام في الاسد، بس بيبقى واخد من السرطان، فبرضه بيبقى هادي بارد سنه، بس الحاجه وناقدها. في امور تلاقيه بارد جدا، في امور تلاقيه عصبي جدا، في امور تلاقيه بيفكر بسرعه، وفي امور، لان دايما اللي هي الايام اللي ما بين البرجين دي بياخد من البرجين، بتلاقي تصرف البرجين مع بعض. لو برج مثلا تحس ان هو سريع في قراراته وبيفكر بسرعه وذكي وبتاع، والبرج اللي قبله اللي واخد منه بيبقى هادي وتفكيره قليل وبيتوتر لما حد بيضغط عليه او حاجه، فهتلاقيه الشخصيتين شويه كده وشويه كده، فهي هتبقى محتاره فعلا فيه. اوكي، بس هو برج الاسد ياخد من السرطان. طيب. هي برضو شخصيه اقوى، ودايما بقول للبنات اللي شخصيتهم اقوى من الولد، دايما البنت لما بتكون شخصيتها قويه بتبقى بتجري في الحياه، والولد بيبقى ماشي بطريقته اللي متعود عليها، فبقول لها انت اللي بتبقي اسرع، فلازم تهدي اللعب شويه، او يعني تهدى شويه. اوكي، في قرارات بتبقى مستدعيه ان انت تنرفزي عليها او تقفشي عليها، لان بتبقى مهمه، بس مش في كل الامور، علشان هو هيتخنق وهيمشي وهيسيب. طيب معانا مداخله تليفونيه من منى. منى مساء الخير. منى؟ منى سمعانا؟ يا منى. طيب لحد ما ترجع لنا منى تاني او نكمل توقعاتنا، اكيد رسائل كتير. احنا معانا مسجات كتير قوي النهارده. معانا عقيله بتقول ان هي 6/8 واختها 31/3، عايزين يعرفوا كل حاجه عن برجهم. خلينا نقول عقيله 6/8. اوكي، 6/8 الاسد. الفتره ديت عندها مقابلات هتعملها كتير مع ناس، سواء شغل او صحاب. اوريدي هي بقى لها فتره فاتت كانت الدنيا عندها مش حلوه، ابتدت تظبط عندها، الدنيا بقت الطف، لان احنا كل ما بنخرج من شهر 6 وبنروح ل7 الدنيا بتبقى احسن شويه نوعا ما. ومعظم الابراج الفتره الجايه عندهم حلو بدخول شهر 7 عليهم. اوكي، فعمليا هنخلينا نقول عمليا الفتره الجايه عندها حلوه جدا جدا، عندها اكتر من مفاجاه، مفاجاتين ثلاثه، لكن عاطفيا بنصحها انها تستنى لغايه بعد شهر 9. تمام. طيب منى رجعت لنا تاني. منى مساء الخير. مساء النور. منورانا في برجك ايه يا منى؟ انا عاوزه اسال عن برجي. انا 9/8/86. 9/8؟ 86. فعاوزه اسال يعني في حاجه معينه ايه وكده. طب في حاجه، في سؤال معين عايزه تساليه ولا كله؟ هو انا كنت عاوزه اعرف، يعني انا كنت متجوزه وعاوزه اعرف الطلاق بتاعتي امتى، يعني من ضبط ورقه إيه؟ الطلاق بتاعي. طيب هو برج ايه؟ او مواليد كام؟ هو 24/4 يعني. 24/4؟ لا طول. طيب ليكي اي سؤال؟ لا لا لا. تمام، انت خليكي معانا اسمعي بقى ليه. لا، هي برج الاسد وهو برج الثور، بس هو حمل ثور. اوكي، هو طبعا عشان في 4 كان سلبي، كان بارد، ما بتحملش المسؤوليه عليها اكبر، بس هي برضو اختيارها، هي
دايما الاسد، ست الاسد اختياراتها مش حلوه. اوكي، بتختار غلط، عاطفيه قوي، ممكن تدور على الحب وتلغي كل حاجه. لكن بعد كده هو بتحس ان هي اللي شايله مسؤوليه او شايله فوق طاقتها، وهي عندها اوريدي انفصال، لان انا من اخر السنه اللي فاتت وانا بقول الاسد عنده انفصال، او اي انفصال هيحصل لمعظم الابراج اللي عنده انفصال وواقف يا يا لا هيحصل انفصال، لان معظم الابراج كانت خارجه من حياه وداخله حياه جديده، وده كنا بنقوله قبل كده اهوت. فهي حتى اتاخرت اوكي، بس يمكن الظروف بتاعت الكورونا والحاجات دي كلها هي اللي عطلت الامور ديت، لكن هي عندها انفصال، والدنيا اللي جايه عندها احلى بكتير، وعسى ان تكرهوا شيئا من خير. طيب معانا رساله بنت 1/1 والولد 5/12، عايزه تعرف التوافق ما بينهم والفتره اللي جايه في العلاقه العاطفيه يبقى مصيرها ايه. اوكي، البنت 1/1 عندها حياه جديده هتحصل لها بقى. لو فاقت وخرجت بره، قلعت العبايه اللي هي لابساها، جدي ست الجدي، بنت الجدي، لو هي غيرت عملت ابديت لنفسها، ولو هي واقفه في الزاويه دي غيرت الزاويه دي، لو هي عندها صاحبتين ثلاثه بتسالهم تغيرهم، وتسال ناس ثانيه خالص تغير، تعمل تغييرات في حياتها. اوكي، الدنيا هتظبط عندها، لان هي عندها حياه جديده حلوه قوي. اوكي، الولد قوس، القوس عنده حد جديد داخل حياته. ايوه، هما الاثنين مرتبطين ببعض، ماليش دعوه، هو عنده حد جديد داخل حياته مش هي. يعني مش هي واحده ثانيه؟ طيب يا سامي، يعني انا بقول اللي بيحصل، يعني انا مش يعني ما فيش توافق، لا مش هي بتحبه اكتر، هي بتحبه اكتر، هي بتسعى اكتر، هي بتعمل اكتر، ما فيش يعني، هي بتحبه اكتر، هو اناني شويه قوس. اوكي، بيحب كل البنات او ليه كذا حاجه، في عنده حاجه جديده هتحصل له في حياته، بس عاطفيا في علاقه جديده داخله حياته هتبقى عاطفيا. طيب عندنا 26/9 بنت ميزان هي اللي بعتها، وهو رجل القوس 1/12، عايز اعرف توافقهم مع بعض وكل حاجه عنهم. 26/9 هي ميزان عذراء، اوكي، وهو كام 12؟ معلش سوري، هو 1/12. 1/12 قوس، علاقه ناجحه. ليه؟ معظم برج القوس في الرجاله لما يجوا يتجوزوا ويخلفوا ويعيشوا ويستمروا برجين، ست الميزان وست السرطان، لراجل القوس. يعني الجوزاء لا، الجوزاء بعد 10/6 اوكي. اوكي، لكن الجوزاء لو حتى اتجوزوا هيجوا في يوم ويطلقوا ما يكملوش. اوكي، بكلمك بجد، ما هو فيها ليها حسابات ومعادلات. اوكي، يعني الراجل القوس عشان يقعد ويتجوز ويخلف ويستمر، يا هي تموت يا هو يموت، لاخر يوم في عمرهم، علاقه لمدى الحياه وتستمر وكل حاجه، هم برجين اللي ينفعوا معاه. ست السرطان وست الميزان. ست الاسد لا، مع ان بيبقوا بينهم كيمياء غير عاديه، الجوزاء برضو بيبقى بينهم كيمياء غير عاديه، بس ما بيكملوش. طيب معانا نور بتقول ان هي 14/8 وجوزها 21/9، عايزه تعرف العلاقه هتستمر ولا لا عشان في مشاكل كتير. اوكي، وعايزه تعرف كمان 24/2، يعني خلينا نشوف الاول. 14/8 هي اسد، بس اخر 10 ايام في الاسد فتبقى اسد عذراء. اوكي، وهو كم؟ 21/9. 21/9 هو ميزان عذراء. يعني لو ما طلعتش مع العلاقه دي مجنونه تبقى قولي معاها. راجل العذراء شخصيه متعبه، ولما بيكون عذراء ملمس ميزان او ميزان ملمس عذراء، ميكس لذيذ برضه، بيبقى شخصيه متعبه، بس لان هو كصديق يعني صديق زي الفل، شغل زي الفل، لكن اي ريليشن بقى، جواز، خطوبه، حب، ما تكملش مع شخصيه زي دي. راجل الميزان اللي هو الميزان العذراء ده عايز واحده اقوى من اللي هي، لان هي اسد عذراء، عايز شخصيه اقوى، عايز ست جوزاء، عايز ست ميزان، عايز ست عقرب، هم دول اللي يقدروا عليه. طيب احنا لسه مكملين معاكي، بس هنطلع لفاصل ونرجع نكمل انبوكس برجك مع خبيره علم الفلك والابراج سيدي. ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم فقره انبوكس برجك ايه مع خبيره علم الفلك والابراج سابي. سابي، هنتكلم معاكي بقى عن الابراج اللي بتندم على اي فعل بتعمله، بتبقى حساسه قوي. أوكي، نبدا بالبنات. بنيجي بالبنات. الست الحمل
لو قرايبها او حد يخصها قوي تندم، غير كده لا. جبروت امراه ست الطور، عقلانيه ما بتبينش سكات، ندمانه ولا متضايقه ولا اي حاجه. اوكي، ساكته ساكته وبتبعد. تمام. نيجي للراجل لبنت الجوزاء، هي ما بتغلطش. اوكي، مش تعترف بغلط. لا ما بتغلطش، هي طول الوقت بتقعد تقاوح 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 لانها ما بتغلطش خالص، ممكن تقاوح لسنه قدام عادي. اوكي. وتجيب ناس كمان تساعدها في المقاوحه. اوكي. السرطان ممكن تقعد تعيط تخليكي تصعب عليكي. اوكي. يعني بتحول كل حاجه لحزن. اوكي. الاسد ممكن ناقشيها، اتناقشوا ولو في غلط مش اشكال، مش فارق، بس لو في غلط هتقنعك ان هي صح. ان الاسد مقنع. الاسد ست الاسد مقنعه على جدا. على حسب الموضوع ايه. لا على حسب الموضوع ايه، يعني انا اسد انا عادي جدا لو انت قلتي لي حاجه. انا مقنع لان انا فاهمه، لكن انا بتكلم على انا كتير جدا في اموري الشخصيه. ممكن حد يجي يتكلم معايا في حاجه يبقى انا مش شايفاها او عاملاها، بقول عادي. ما بقفش على حاجه معينه. تمام. اوكي. بس دايما الناس بتقول لي ان انا مش اسد، يعني مش شايفاني زي بنات الاسد اللي بيقعدوا يقوحوا ويعملوا. اوكي. نيجي للعذراء. العذراء برضو سايلنت، يعني بتحس ان هي اللي جوه، يعني ممكن تضحك عليكي، تضحك لك، تقلد الاطفال، تعمل اي رياكشن اللي هي تخرجك بره اللي انت جايه بتتكلميها فيه، او ان هي ندمانه او ما تبينش. تقعد بتبقى ممكن ندمانه جدا ومتضايقه جدا ولكن ما تبينش ده خالص. اوكي. الميزان طبعا لازم ما تبينش انها ندمانه في حاجه وانها قويه جدا 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 وانها القطنه ما بتكدبش وانها ما بتغلطش وحاجات كده اهوت. اوكي. الميزان هي اللي بتعمل كده اهوت. العقرب. العقرب دايما بتبقى عارفه انها مثلا غلط، بس وهي عارفه ان انت جايباها، هي ذكيه جدا، عارفه ان انت جايباها او انت جايبها علشان تكلموها في الموضوع انها غلط، بتقعد تجيب معاها ناس هما اللي يتكلموا عن امجادها او عن حياتها او عن حاجاتها الحلوه او ان هي مش قصدها، لكن هي تطلع سوري او وهي قاعده لا، هي جايبه معاها خط دفاع بيدافع. اوكي. دايما ست العرب بتستخدم الناس اللي حواليها في اخطائها. تمام. اوكي. ست القوس. ست القوس على حسب الطريقه، يعني لو انت داخله لها بطريقه شيك هتعترف بغلطها، داخله لها بطريقه في صوره اوردر مش هتعترف باخطائها خالص. طيب ممكن قبل ما نكمل الابراج ناخد مريم. اوكي. مريم مساء الخير. مساء الخير. منورانا في برجك ايه يا مريم؟ اتفضلي. انا برج الدلو. كام 13/2/63. تمام. عايزه تعرفي كل حاجه يعني ولا ايه؟ عايزه تعرفي ايه؟ يا ريت. طيب هي 13/2 هي برج الدلو. اوكي. بس هي تاخد من الحوت لان هي العشريه الاخيره من الدلو. هي عندها نقله من بيت لبيت، يا اما نقلتها السنه دي يا اما لسه هتنقلها. تمام. اوكي. النقله دي هتفرق معاها كتير قوي لان هي بقى لها داخله على حوالي 4-5 سنين الدنيا عندها مش حلوه خالص. اوكي. وهي دايما بتفكر بقلبها، فدايما تفكر بقلبها بعد كده بتفوق، فلما بتفوق بتكون اتاخرت. فهي محتاجه انها تتغير لان هي ذكيه جدا جدا، بس لغيرها مش ليها. في شبه من ست عشان هي واخده من الحوت شويه، ذكيين جدا لغيرهم مش لنفسيهم. اوكي. فهي محتاجه الفتره الجايه انها تتغير لما تفكر في حاجه تعمل عكسها. لكن الفتره اللي جايه عندها حلوه جدا 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 لان احنا خلصنا شهر 6 برج الجوزاء، لان برج الجوزاء كان الفتره اللي فاتت دي مأثر عليهم لان هي برج هوائي وبرج الجوزاء هوائي، فكان مأثر عليها، فالفتره الجايه عندها حلوه جدا جدا برج الدلو. طيب حلوه قوي. نرجع بقى نكمل كلامنا عن ابراج البنات. خلصنا القوس. نيجي للجدي. الجدي حساسه. الجدي اوريدي هي ما بتتكلمش مع حد عن نفسها او عن حاجه، ممكن لازم حد تبقى مستريحه له قوي قوي وتقرب منه وتعرفه كويس عشان تتكلم، فما مش هتقدري تعرفيها غير من ملامحها بس. لان ملامحها بس هي اللي بتبين ان هي حزينه او متضايقه او بس، لكن هي قليله الكلام في امورها الشخصيه او في ندمها سواء في شغل او في اي حاجه خالص. في الشغل هتلاقيها، لا في الشغل هتلاقيها صريحه بتتكلم بتدي الكومنت بتاعها، مش هتخبي لو حاجه في الشغل هتلاقيها
اجرأ بكتير من حياتها الشخصيه. اه لكن لو حياتها الشخصيه هي اوريدي ما بتحاولش حد يقتحم حياتها الشخصيه، فهيبان بس على وشها. نيجي لبنت الدلو. الدلو عندها مشكله ان هي دايما بتضيع حقها بطريقتها. اوكي، بنت الدلو دايما بتضيع حقها بطريقتها، فعندها مشكله. هي بتبقى على حق جدا وبتبقى احساسها موديها للطريق الصح، بس تصرفاتها في رياكشناتها في ردود افعالها بتلبسها في حته وتوديها في 60 ده. لكن هي بتندم، اه بتندم لما حد بيجي بيكلمها بهدوء وكده، بتقعد تقول وتتكلم وتعترف، ما بتعرفش تشيل يعني، هي اللي في قلبها على لسانها، بس طريقتها هي اللي بتوديها دايما في ده. نيجي لست الحوت. ست الحوت عندها مشكلة ان هي حساسة زيادة عن اللزوم، وكرامتها عندها فوق ما تتخيلي زيادة عن اللزوم، فالطريقة عندها والدخلة مهمة جدا جدا جدا. ما بتحبش حد يجي يكلمها على في العموم يعني، في وسط جروب. تحب لو عايزة تكلميها كلميها لوحدها، انتي على جنب وكلميها، ما تكلمهاش على الملأ، ما تحرجهاش، الحاجات دي تفرق معاها. لو ده حصل وجبت لها على الملأ اي حوار اي حاجه بتضايقها هتنكره تماما. وممكن تنفر دوت وتقول لك انت مش من حقك تتكلمي في حياتي الشخصيه، لكن لو جيت لها انت وهي لوحدها او انت وهي لوحدها هتتكلم وتحكي وكل حاجه، سواء بقى هي ندمانه او هي متضايقه او اي حاجه في حياتها. تمام كده، دول البنات. اها الاولاد بقى. الولاد بقى الحمل مفيش حاجه بيخبيها، ندمان، فرحان، متضايق، كل حاجه بتبان، لان هو بيقول قبل ما بيحصل. اوكي، التون مش طرف عنه حاجه خالص، سواء لان دايما حتى لو هو ندمان عمره ما بيبين، وبياخد باله كويس جدا من رياكشنات وشه. فمش هيبين هو بيعمل ايه ولا ايه اللي مضايقه ولا اي حاجه خالص، مش هتعرف عنه حاجه. الجوزاء لو حياته الشخصيه هتلاقيه بيبين ويقول، في الشغل بيخاف على شغله جدا جدا ومش هيبين اي حاجه خالص، وهي دايما هيخبي عشان مش عايز يبين ان هو في حاجه مضايقاه ولا ان هو غلط او في حد عمل له حاجه عشان يلخبط اللي قدامه. لكن حياته العاطفيه هتلاقيها او الشخصيه هتلاقيها بيقول وبيبان عليه وكل حاجه. نيجي للسرطان، كتاب مفتوح، بيبان عليه وبيقول انه ندمان وعايز ناس كلها يعني الناس كلها اللي حواليه تندم معاه وتتعاطف معاه والكلام ده كله. الاسد على حسب بيتعامل مع مين، لان هو الاسد كل حد بيتعامل معاه، الاسد الراجل كل حد بيتعامل معاه ليه طريقه وليه كتالوج. راجل الاسد كل شخص بيتعامل معاه في حياته ليه كتالوج لوحده. اوكي، فعلى حسب الشخص اللي بيتعامل معاه. راجل العذراء مش هتعرف تاخد منه اي حاجه خالص. عارف المثل اللي هيوديك البحر ويرجعك عطشان، هو ده برج العذراء. على ما بيحبش يعني، لو هو متضايق هيقول لك مش متضايق، لو هو ندمان هيقول لك مش ندمان، هيجيب الغلط عليك انت، لو هو غلط هيقول لك انا مش عارفه ايه. ما بيحبش يعني، بيعرف عنده رد جاهز وبيعرف يرد وبيعرف يهرب من اي حاجه خالص هو فيها. تمام، لان هو طول الوقت كوميدي وبيهرج، فمش هتعرفي تمسكي عليه حاجه. برج الميزان في الراجل ما يقدرش يقول ان هو ندمان، هو شخصيه قويه، هو ما بيندمش. كتومه؟ مش كتومه، لا، هو في سن لقم سنة، مش ذكاء، حنكه. ما بيحبش حد يعرف عنه حاجه، ولو لقى حد عرف عنه حاجه سواء فرحان ندمان اي حاجه بيلخبطه. اوكي، العقرب ما بيواجهش، فمش هتعرفي اذا كان هو ندمان ولا مش ندمان، لان هو بيهرب لان هو بيخاف من ان حد يفهمه او يكشفه. راجل القوس كتاب مفتوح جدا، ندمان بيبان عليه، فرحان بيبان عليه، اي حاجه بيبان، فهتلاقيه كتاب مفتوح كل حاجه واضحه عنده. نيجي للجدي. الجدي على حسب الموقف، هل موقف هو يسيبه شويه ويستخدمه في كدبه هيعملها او موقف هيعمله. دايما بيحب يخزن او يعني بيشيل حاجات على جنب تنفعه قدام. اوكي، نيجي لبرج الدلو. الدلو نداب شويه او شكاي، فحتى لو هو مش ندمان وانت كده قلت له ندمان يقول لك اه ده انا ندمان عشان كذا وكذا وكذا، يعني ما هيصدق حد يقول له اي حاجه، يفتح في الكلام. نيجي لرجل الحوت. رجل الحوت ما بيتكلمش كتير. يعني ممكن ملامحه تفضحه سواء بالفرحه او الندم او اي حاجه، لكن قليل الكلام، كتوم شويه. اه
كتير مش وقت. حلو قوي، احنا كده خلصنا الابراج كلها ولاد وبنات. ناخد بقى رسائل. معانا رساله بتقول ان هي برج العذراء عايزه تعرف كل حاجه عن العاطفه والحياه. 7/9. اوكي، ست العذراء بيبقى ليها شخصيه معينه في دماغها، طول معين، شكل معين، ملامح معينه، جسم معين، فتحسي ان هي عايزه حد بالزراير، فاهمه قصدي؟ فما عمر ما فيها كل اللي اي حد فينا عايزه هيجتمع في شخص واحد، فدايما اختياراتها غلط، بيبقى فيك، اختياراتها دايما عاطفيا ظاهريا، بتاخد بالشكل، لكن ده كله مش بيجي بعد شويه، ما بيكملش او ما بتبقاش الدنيا لطيفه، فبقول لها حاولي الفتره اللي جايه اختاري صح، بطلي تفكري بطريقه، يعني دايما اتعاملي مع البشر، ارتحتي، لقيتي الدنيا لطيفه، مناسبين، اتعامل معاهم، لكن عمر ما هختار حد بكتالوج. اوكي، ده عاطفيا. هي كانت عايزه تعرف ايه تاني؟ الحياه العامه عندها بالعكس، السنه دي ست العذراء عندها حياه جديده، عندها جواز، عندها ارتباط، بس لو اختارت صح، لكن عندها ارتباط، عندها ارتباط وعندها نقله من مكان لمكان، وعندها بعد شهر 9 ماديات حلوه جايه لها. رجل العذراء برضو الفتره ديت عنده شهره، يعني برج العذراء بوجه عام عنده حاجات حلوه، البنت عندها جواز، الراجل عنده شهره حلوه. طيب، رساله من ياسمين فوزي بتقول هي مواليد 17/8، عايزه تعرف كل حاجه عنها وعن مدى التوافق مع 6/9. هي 17/8 وهو 6/9. هي اسد عذراء وهو عذراء بيور. ما ينفعوش مع بعض. اسد والعذراء، بنت الاسد وراجل العذراء، ما انصحهمش تماما. في البدايات هتبقى زي الفل، هتبقى حلوه جدا 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 جدا. هو ست الاسد بتبقى عايزه الحاجه بتاعتها هي بس، راجل العذراء مش بتاع حد، بتاع كل الناس، فهي هتتعب. طيب ماشي، نشوف بقى اللي جاي فيه توافق ولا لا. ريم 28/9 وجوزها كريم 22/7، عايزه تعرف التوقعات ولو في اي نصايح الفتره الجايه. بس وانا مش فاهمه، بتقول عايزه اعرف هو برج السرطان ولا الاسد. هو كم؟ 7. هو 22/7. اوكي، هو اسد ياخد من السرطان، وهي 28/9. هي ميزان. الاثنين مناسبين جدا، لان هي ميزان عذراء. اوكي، وهو اسد سرطان، الاثنين مناسبين جدا وينفعوا. لو جينا قلبناهم، هي الاسد وهو اللي ميزان، ما ينفعوش، ما يمشوش مع بعض. طيب، برضو بدايات حلوه جدا جدا، نهايات مش لطيفه، لكن هما تمام، هما تمام جدا الحمد لله. ما هو في ابراج لما تعكسيها ما تنفعش خالص. يعني مثلا بنت الحوت وراجل الاسد، ما ينفعوش خالص، لكن لو جينا تعالي بقى الراجل الحوت وبنت الاسد ينفع مع بعض جدا. ماشي. طيب، معانا رساله بتقول انا تاريخ ميلادي 26/9/2001، عايز اعرف مواصفات برجي والتوقعات. اسمي نيره. 26/9. 26/9. اوكي، هي ميزان، تاخد من العذراء. اوكي، برج الميزان الفتره اللي جايه ديت عندهم حياه جديده وعندهم نقله، عندهم عقد هيتمضي قريب جدا. اوكي، وهم اذكياء جدا، ما تخافش عليهم، يعني ستات الميزان ما تخافش عليهم، لان هم مرتبين اوراقهم وهم مرزقين او عندهم نسبه حظ حلوه وبيعرفوا يستغلوها وبيعرفوا يتكلموا، يعني ما تخافش عليهم في اي حاجه خالص. بس يمكن الثلاث اربع سنين اللي فاتوا ما كانوش بتوعهم، لان احنا عندنا اوقات بتبقى بتاعتنا سنين حظ فيها الحظ عالي جدا، وسنين نص ونص، وسنين ما بيبقاش فيها حظ قوي. فلكن هم الثلاث اربع سنين اللي فاتوا ما كانش حظهم عالي، بس الفتره اللي جايه عندهم حظهم حلو جدا جدا، بس يبطلوا شك، لان ست الميزان وراجل الميزان شكاكين بطريقه غير عاديه. فهم شكهم دايما اللي بيخليهم يتاخروا او الفرصه بتكون ضاعت منهم. تمام. طيب، احنا لسه معانا رسائل كتير ويمكن اسئله اكتر، لكن هناخد فاصل صغير ونرجع لكم نكمل معاكم فقرات اين بوكس برجك ايه. خليكم معانا. ورجعنا لكم تاني، لسه مكملين معاكم فقره اين بوكس برجك ايه مع خبيره علم الفلك والابراج سابي. سابي، يلا بقى نتكلم عن توقعات الابراج الاسبوع ده. ايوه. يلا نيجي لبرج الحمل. برج الحمل، احنا ما ينفعش نبدا من الاخر للاول، لازم كل مره من الاول للاخر.
عشان بتبص للحوت طبعا. يعني اه بتظلم والله اخر ثلاث ابراج بتظلم. نبدا من تغيير كده؟ طيب خلاص. مش دايما بتقول لنا غيروا عتبه غيروا مكان غيري الامر. اوكي ما عنديش مشكله على فكره، وحتى من النص للاخر انا كله اوكي. طب تعالي نبدا بالحوت وننتهي بالحمى. طيب حاجه جديده. خلاص اتفقنا. يلا. ونرجع بقى بالعكس. ماشي. اوكي. انا معاكي. نيجي لبرج الحوت. برج الحوت الفتره ديت عنده يعني نفسيا مش اوكي، مش متظبط. عنده هيسافر، يعني هيسافر داخل يعني الاسبوع الجاي دوت 10 ايام بالظبط هتلاقيه مسافر داخل البلد اللي هو عايش فيها، لان هو نفسيا مش متظبط بقاله فتره، في حاله اكتئاب، عنده في العيله مشاكل، عنده ضغوط، عنده حاجات كتيره دي ضغط عليه، زائد ان هو كان مستني حاجات تحصل السنه دي ما حصلتش، فهو بقى مش مكتئب بس بقى حساس شويه. تمام. اوكي. عمال يخبط، عمال يعمل حاجات هبله الفتره ديت. بيلعب او بتلعب، بيعملش اي حاجه. لا الحوت ما بيعملش اي حاجه. بنت الحوت وواد الحوت الفتره دي هتلاقيهم مثلا ايه، بيتكلموا مع حد مثلا. ممكن، لكن هم مش عايزين الحد، هم بيلعبوا او عادي. مش في دماغهم. اوكي. هتلاقيهم مثلا وممكن الطرف الثاني يبقى مشدود مثلا، بس هي مش بتلعب، هي بتلعب. ده ولد وبنت. ولد وبنت الفتره دي هم بيخبطوا، مش عارفين هم بيعملوا ايه. تمام. لكن هم الحاجه الوحيده اللي بتظبطهم هو البحر، لان برج الحوت، الحوت دايما عايش في البحر. فدايما لما بيسافروا سفريه هم دايما، عشان هم الحوت دايما بيحب كل شويه حاجه جديده، حاجه تغيير، يحبوا يخرجوا، يحبوا مثلا يروحوا مكان، يروحوا يقابلوا اصحابهم، يبقى في حاجات كتيره في حياتهم. فالقعده دي خانقاهم نفسيا، زائد ان حاجات كتيره ما حصلتش في حياتهم. فالفتره دي هم عندهم اكتئاب، او يعني حياتهم النفسيه مش تمام. عندهم سفر هيحصل الفتره الجايه، هيشوفوا بحر، هيتبسطوا، دي هتخرجهم من المود شويه، من المود شويه، لان هم لما بيكون نفسيتهم حلوه بيقدروا ياخدوا ويفكروا ويبتدوا يعملوا حاجات صح. طول ما هم متضايقين بيبقوا قاعدين زي قاعدين في كوكب. تمام. اوكي. نيجي لبرج الدلو. الدلو في بناته واولاد الفتره ديت، الولد عنده حاجه هيباعها، حاجه هتتباع، امضى هيمضيها، هتغير مجرى حياته، لان هو بقاله فتره عايز يخش في شغل جديد او بيسعى لده، بس الدنيا ما كانتش عنده ظابطه، او الدنيا مش ماشيه. الفتره دي الدنيا هتظبط عنده جدا جدا جدا. وبنت الدلو عندها ارتباط جديد، عندها فرحه، عندها نقله من بيت لبيت، من شغل لشغل. برج الدلو بوجه عام سواء بنت او ولد عندهم فرحه هتبسطهم غير عاديه، او هتغير مجرى حياتهم. كويس. اوكي. بس كل دوت، بس نخش في السرطان. اوكي. احنا اوريدي نبتدي دخلنا في السرطان، داخلين احنا اوريدي في السرطان. بس يعني يعدي اول اسبوع من السرطان. اوكي. نيجي لبرج الجدي. برج الجدي يخلي باله من نفسه، لان هو يعني عنده، هيبقى الفتره اللي جايه عنده شاكك في ان هو عيان بسبب حاجه معينه. ومش كورونا، عشان ما نقعدش كل شويه نقول كورونا ومش كورونا. اوكي. هيبقى شاكك في حاجه وهيروح لدكتور، بس هو مش هيطلع عنده حاجه. دي حق يعني على المستوى الصحي، معظم يعني الجدي الفتره اللي جايه هيبقوا نفسيا حاسين ان هم، لان هم ممكن يقعدوا يتخيلوا حاجه تأثر فيهم، يقعدوا مع حد تعبان يأثر فيهم. حد حكى لهم حاجه، قصه تأثر فيهم. تمام. اوكي. ففي حد هيبقوا قاعدين معاه، شله، جروب، في شغل، حاجه هيتأثروا بيها قوي. اوكي. حد هيتوفى، حد هيتعب. يعني الجدي الفتره الجايه عندهم هتبقى عندهم حد هيحصل له حاجه هيتأثر، هيبتدي يخاف على نفسه او يبقى حساس شويه. بقول له مش هيطلع في اي حاجه خالص، ما عندكش اي حاجه خالص، هو كل الحكايه ان انت محتاج تغير زاويتك او طريقه فكرك وللولد يواجه، لان يعني ناس كتيره من البرج الجدي ولاد بيقولوا لي هو يعني ما فيش جديد، مش عارفه ايه. بقول لهم انتوا اللي غلط، احنا عندنا مشاكل كتير. طب ما المشاكل الكتير اللي عند الولاد بتوع برج الجدي عندكم من سلبيتكم، لان انتوا بتهربوا وما بتحبوش تواجهوا، عشان بتكرهوا النكد، بتحبوا تسيبوا المواضيع تتحل من عند ربنا. لما هيكون نسي، هتكون نسيت.
لكن مواجهه ما بيواجهوش. نيجي لبرج القوس. برج القوس في نقله عنده من بيت لبيت، ومش شغل ومش عربيه، من بيت لبيت. اوكي. وعنده ارتباط جديد داخل حياته. راجل القوس عنده ارتباط جديد داخل حياته. ست القوس عندها، هي كانت بقالها سنتين ثلاثة سنة بتفكر في شغل، أو بتفكر إنها تعمل حاجة حتى لو هي قاعدة في البيت شغل. أوكي. هيتنفذ، هتبتدي تتحرك فيه. طيب. هي كانت بتتكلم فيه بس، وكانت بتقعد تتكلم تتكلم تتكلم، بس هي هتبتدي تاخد خطوة. أوكي. نيجي لبرج العقرب. برج العقرب بقى بوجه عام، سواء بنت أو ولد، الفترة اللي جاية فترة مهمة جدا جدا. عندهم طلوع، عندهم ماديات حلوة، عندهم ارتباط، عندهم اللي فيها عندها مشاكل عاطفيا هتتحل، هتتحل بان هي بنت العقرب ما بتبصش وراها، يعني لما بيحصل الموقف ممكن تبقى متضايقه شويه لكن بتبقى عارفه ايه البديل. اوكي. اللي عنده فراق او اللي عنده انفصال هيحصل وفي غيره هيبقى احسن بكتير. تمام. اوكي. فبرج العقرب بوجه عام الفتره دي ما يتخافش عليه خالص، لان العقرب العقرب ممكن تلاقيه في الصحراء، العقرب ممكن تلاقيه في البحر، ممكن تلاقيه على الصخر، في كل حته العقرب. فعنده حل لاي حاجه، ويمكن من الابراج المرزقه قوي ان هم بيعرفوا يأقلموا نفسهم في اي حاجه، سواء بحر، رمله، صحراء، اي حاجه. اوكي. نيجي لبرج الميزان. برج الميزان عنده امضه حاجه، امضه بيت، امضه عربيه، امضه شغل، عندهم امضه في حاجه، امضه جواز، في امضه عند الميزان بوجه عام. الامضه دي هتبقى لصالحه، سواء بنت او ولد، جواز، عربيه، بيت، شغل. المرحله اللي جايه دي ياخدوا بالهم كويس قوي، ما يقعدوش يفكروا كتير، لان تردد الميزان هو اللي بيخليهم يتاخروا والحاجه تضيع من ايديهم. فلو حد فيهم عنده امضه على حاجه يخلصها ويمديها، لان هي لصالحه جدا. نيجي لبرج العذراء. برج العذراء بوجه عام عنده شهره، وبالاخص راجل العذراء عنده حاجه الفتره الجايه هيعملها هتشهره، او هتعديه، او هتنقله من مكان لمكان تاني خالص. اوكي. بنت العذراء عندها ارتباط، عندها جواز هيكمل، حتى لو الفتره اللي فاتت دي كانت واقفه عندها، ماديا الدنيا هتمشي، ماديا وعاطفيا. ما عندهاش برج العذراء بوجه عام السنه دي او المرحله اللي جايه ديت، هو والعقرب الدنيا عندهم حلوه جدا. نيجي لبرج الاسد. برج الاسد الفتره ديت في فرص كتيره انك هتقابل اكتر من حد، او هتقابلي اكتر من حد، هيفتحوا لك اكتر من باب واكتر من فرصه، سواء عاطفيا او عمليا. فحاولي تركزي الفتره الجايه، او تركز الفتره الجايه في الناس الجديده اللي هتقابلهم، او الناس القديمه، لان الناس دي هتبقى عباره عن رساله، رسائل لشغل جديد، رسائل لمرحله جايه، فنركز فيهم ونتعامل معاهم بهدوء، بلاش نتعامل معاهم. لو حد مثلا قديم انا متضايقه منه وعامله بان انا متضايقه، لا خلاص اللي حصل حصل، نتعامل معاهم بهدوء، لان كل الاشخاص اللي هيظهروا العشر ايام الجايين لبرج الاسد سواء راجل او ست، هتبقى رسائل ليهم عن طريق شغل عمليا او عاطفيا. نيجي لبرج السرطان. برج السرطان الفتره دي عنده وحشه جدا. اوكي. راجل وست، لدرجة ان حتى اللي معاهم في البيت او صحابهم ما بقوش مستحملين. مش مستحملين طريقتهم، مش مستحملين ضغطهم، عصبيتهم، طريقتهم، حالة الندب اللي هم عايشين فيها. فيهدوا شوية عن نفسهم، لان هم بقوا اوفر او زودوها قوي. الظن مش حلو كده كده، الدنيا مش لطيفة. فيعني هم مشكلة السرطان سواء راجل او ست، بيقعد بيحلم بحاجات كتيرة جدا، بيحلم بالجنة وهو قاعد على الارض. فبقول له او بقول لها اهدوا شويه، وبطلوا مشاكل، وبطلوا خناق، وبطلوا يعني عصبيه، لان انتوا كل الناس اللي حواليكم ابتدوا تضغطوا عليهم، ان هم مش قادرين يستحملوكم. تمام. نيجي لبرج الجوزاء. برج الجوزاء الفتره اللي جايه عنده علاقه قديمه هتظهر له في حياته هتكمل. طيب كويس. راجل الجوزاء عنده علاقه قديمه هتظهر له في حياته هتكمل. اوكي. بنت الجوزاء عمليا عندها صعود، عندها حاجه. معظم الجوزاء بيحبوا الميديا، معظم الجوزاء بيحبوا الشهره والميديا،
حتى لو هما مش شغالين في الميديا سواء ممثلة أو مغنية أو مذيعة أو هتلاقيها مقربة من مذيعة أو مغنية أو ملحن أو منتج. لا يا إما أصحابها يبقوا فنانين يا إما هي نجمة أو فنانة أو أي حاجة في الميديا. تمام. يعني لو ما بتشتغلش حاجة في الميديا هتلاقيها بتقرب لصحابها دايما وجيرانها وأصدقائها أو أصدقائه بتوع ميديا. لازم الميديا تبقى موجودة في حياتها، يا إما هي بتعملها يا إما هي اللي حواليها فيها بيشتغلوا الشغلانة ديت. فبقول لها إن أنت الفترة اللي جاية عن طريق الميديا جاي لك حاجة، إيه هي أنا مش عارفة، بس في حاجة هتتعرض عليكي أو الفترة اللي جاية فركزي. أوكي؟ لكن الحاجة اللي هتتعرض عليها هتبقى حلوة ولصالحها. بس تركز. نيجي لبرج الثور. برج الثور الفترة ديت عاطفيا وماديا الدنيا مش حلوة عنده، فبقول لهم استخبوا الأسبوع اللي جاي دوت عشان الدنيا مش لطيفة، علشان هما جديين قوي في قراراتهم، فما انصحهمش ان الفترة الجاية ياخدوا قرارات خالص سواء عاطفيا أو عمليا سواء راجل أو ست. نيجي لبرج الحمل. برج الحمل الفترة اللي احنا قاعدين فيها ديت أو الأسبوع بقالنا يومين ثلاثة بالفترة اللي جاية حلوة جدا، لأن هما ابتدوا يتغيروا في أفكارهم، ابتدوا يتكلموا مع ناس قريبين منهم هم اللي بيفكر لهم، فاستمروا على اللي انتوا فيه سواء راجل أو ست، لأن انتوا بتضيعوا نفسيكم يعني لما بيفكروا في حاجة بيبوظوا نفسهم أو بيضيعوا نفسهم بتفكيرهم. اوكي؟ فبقول لهم ان الفتره اللي جايه يا ريت حد حواليكم واثقين فيه يفكر لكم وياخد قرارات بالنيابه عنكم، الدنيا هتمشي عندكم احسن بكتير. كده توقعات الابراج كلها خلصت. كده الحمل اخر حاجه. وقتنا خلص. نشكرك يا سامي جدا، نورتينا. شكرا لك. شكرا ليك. شكرا يا عم. شكرا يا نوران. يلا اتفضل. يعني يمكن كده حلقتنا النهارده وفقرات انبوكس في المجمل خلصت. ان شاء الله نشوفكم في حلقه جديده ويوم جديد مع فقرات جديده ومختلفه ومتنوعه. سلام عليكم.